عندي حاجة هنا أو عندي سؤال منقسم القسمين أو التركيبتين. السؤال هو، شوف أنا معي حاجة، أصبر، بسم الله الرحمن الرحيم. كم سبحة هذه يا محمد؟ 3 و4. ها 3 و4؟ مركز يا محمد؟ خل شوف أنا ألوانها حقا. طيب شوف، أنا ودي الـ ودي شوف الـ، حط كلوز تكفى عشان يشوف ال هاي ثلاث. كل هذه 3 سبح. في وحدة تحس إنها قريبة لك من ناحية الجانب العائلي؟ لا، بس في وحدة تخير منها، اخترت وحدة بس تعجبني. أنا أتكلم طبعاً هذا جزء من السؤال، ولو أجبت الإجابة الصحيحة راح يؤخذ الجزء الثاني. أنت الآن عندك سؤال، أي وحدة من الثلاث السبح هذه مرتبطة بالعائلة ولها قيمة عائلية ولها يعني أمور عاطفية ممكن؟ أتوقع هذه. ليش اخترت هذه؟ كلهن أول مرة يمرن عليك يا محمد؟ إيه. ما قد شفت 3 سبح هذه نهائياً؟ في البيت يعني؟ أتكلم عنك بشكل عام. لا، هذه معطيني إياها والدة، لا الله يجزاها خير، والدة مهند بن فردان. يا سلام، هذه يعني استثناء؟ إيه. كنت ما بين الاختيارين، السبحة البنية والسبحة وشلون هذه كمونية. طيب أنت قلت الاختيار هذا، والاختيار هذا كان إجابته الصحيحة السبحة هذه. لا لا لا، باقي باقي، هذا الجزء، هذا والشق الأول من السؤال. هذا السبحة هذه المين يا محمد؟ والله أول مرة تمر علي. ما قد شفتها؟ لا يعني يمكن المساعد. ممكن إجابتك إنها المساعد، السبحة هذه المساعد. طبعاً هذا تسألني جواب السؤال هنا ولا تسألني؟ لا لا، خلاص أنت اخترت الإجابة الأولى. حلو. الشق الأول من السؤال. والشق الثاني؟ والسؤال الثاني اللي قلت لك هي السبحة هذه تنتمي لمين؟ طيب أصبر، السؤال مين قلت أنت؟ أنا حسبك تسألني كذا، ما بعد يعني توقف. لا لا، أنا قلت لك إن السؤال السبحة هذه لشخص من العائلة، مساعد، لأخوك مساعد. طيب ما تتوقع أن السبحة هذه موجودة من العبق القديم وأنها تكون لوالدك الله يرحمه؟ الله يرحمه، والله ما أتوقع. ليش؟ هل أنت يا محمد يعني مطلع على أمور العائلية، أمور الوالد، تفاصيله؟ إيه، أغراضها الشخصية مطلع عليها بشكل كبير؟ لا، أغراضها الشخصية بزيادة. لا، ما أنا مطلع عليها بزيادة. كانت عند أخوي وعند الوالدة، بس أنا عارف هو توفى وأنا صغير يعني. طيب أنا ودي أعطيك السبحة هذه، تلامس السبحة على بال ما تنتهي الفقرة، بشرط أنك ترجعها لي ترى، لأنها محسوبة علي ترى. تمام. سم. طيب نروح للسؤال، السؤال الخامس أو عفوا السادس، السؤال السادس. لكن قبل السؤال السادس ودي